اتسعت دائرة المعارك خارج قطاع غزة لتشمل حملة مداهمات واعتقالات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بالضفة الغربية. واعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين من قرية مراح رباح جنوبا، وذلك بعد مداهمة منازلهم. وشملت حملة المداهمات 3 آخرين من مخيم الفوار جنوب الخليل، كما مزق جنود الاحتلال صورا ولافتات لشهداء من المخيم، بالتزامن مع اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة رام الله، ما أسفر عن اعتقال 4 فلسطينيين من قلقيلية ومداهمة عدة بلدات منها عزون وكفر قدوم شرقا وحبل جنوبا. هذا واستشهد أمس 3 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في ضاحية أكتابة شرق مدينة تول كرم.